أعمال شركة، يقدر رأس مال الشركة ب 20 مليون دولار، هذا الكابيتال تاعها 20 مليون دولار. فإن نسبة ملكية الأسهم لشركة أساسية كما قلت 100%، يعني الباخرات نتاعها، وعائدات مصفى بصفة كلية، يعني كل الشركات ملك سوناتراك انترناشونال هولدينغ كومباني، هذا هو التنظيم بتاعها. أما فيما يخص الأرباح السنوية للشركة، حققت الشركة التجارية سبيسي لندر رقم أعمال شيفر دافير بقيمة 2.56 مليار دولار أمريكي، وصافي الربح هذا خلال عام 2019 خلال الربح لريزيتانات بقيمة 51.94 مليون دولار أمريكي خلال عام 2019، أي بنسبة زيادة قدرها ب 26% فيما يخص رقم الأعمال و 59% فيما يخص الأرباح، وهذه مقارنة مع عام 2018. أسباب مثلا أسباب عدم إدماج شركة إبروك إلى شركة إسبيسيلون. شركة إبروك شركة جزائرية، مقر تاعها في وهران 100%، شركة متابعة لسوناتراك، هي تؤسست بموجب القانون الجزائري ومقرها وهران، ومتخصصة في نقل المحروقات السائلة والغازات، يعني الجي بي ال والجي ام. لفائدة شركة سوناتراك، هي تخدم خاصة مع شركة سوناتراك، ما تخدمش مع أي طرف أخرى، وتعمل على تطوير خبرات متخصصة في النقل الصيانة والعبور والشحن. نظرا لاختلاف المهام الأساسية لشركة، لا ما يصلحش إدماجها لأساسي لندن، لأن المفروض لو كان يعني نولي نقارن الشركات، أساسي لندن هي اللي لازم تضمها لإبروك. لماذا؟ لأن إبروك تمتلك سبع باخرات في مخصص الغاز المميز الميطاني، سبعة عندها ست ميطانيون بروبريتي، ماشي كاع بروبريتي حاشا، كاين ثلاثة 100% ملك سوناتراك، منهم زوج جدد القدرة نتاع كل واحد منهم 170,000 متر مكعب تاع جيلال، وثلاثة بالمشاركة مع شركة يابانية، وكذلك واحد بالشراكة مع شركة نرويجية. هذو ما سبع لست ميطانية اللي عندها اللي نصدر بها جي ان ال لعدة مناطق أخرى. عندها كذلك ستة جي بي ال، ست باخرات لنقل جي بي ال الغاز المميز، منهم اثنين ب 35,000 طن، اثنين 22,000 طن، وواحد 19,000 طن، هذه اللي نصدر بها جي بي ال للأقطار الأخرى. وكذلك عندها اثنين البيتوم قدرون، ما على باليش بور ترانسبورتي البيتوم دي بيتومي، اثنين بيتومي وواحد للوقود، وهذا يا اما نصدر به الوقود يا اما ننقل الوقود في عده احيان على بالك حسب الجو نتاع البحر، ننقل الوقود من ارزو ونجيبها للجزائر على بالك الجزائر تستهلك المنطقة الوسط السنتر دولار الجزائري يستهلك فيه الوقود، إذا نجيبها من أرزو من مصفات نتاع أرزو ولا مصفات نتاع سيلة، هذا هو ونستعمل ذلك كذلك في بعض الأحيان نكري حتى ذوطر باطو خاصة في الكابوطاج نسميوه الكابوطاج. إذا هذا هو عندها 19 باخرة 16 باخرة إبروك، شركة أكبر من إسبيسي لندر. إسبيسي لندر المهمة تاعها هي فقط تصدير، في بعض الأحيان تصدر نفط أو جي بي ال من الجزائر، ولكن في بعض الأحيان الأخرى تصدر تشري، عندها الحق تشري نفط روسي ولا من الخليج ولا من أي مكان وتبيعه في السوق كأي ستريدر. إسبيسي لندن المهمة تاعها هو تريدينغ، تسويق النفط والجي بي ال وحتى الوقود، ما عندهاش مهمة أخرى، وما عندهاش يعني تقدر تقول منفصلة تقريبا مع سوناتراك. أما فيما يخص السؤال نتاعك على فيما يخص لبنان،
للاسف انا ما طرحتش ما جانيش السؤال، ولكن نقول لك باللي شركه سوناتراك ما عندها حتى دخل في هذا. سبيسيلون كان عندها عقد تبيع منذ اكثر من 10 سنوات تبيع الوقود للبنان، وصرا مشكل لان جاتهم بخيره قال المصافات لي كريتير ماهوش بلا هو كاين السيدي ما هذا ما كان كاينش ويرمان، كاين واحد يقول لك كتبوا في الرساله في الجرايد باللي ملوث وما على باليش ما كاش منها، كان فيه يدي سيدي ما هذا ما كان يدي سيدي ما دخل سوناتراك اسبيسي لندن خلاص الباخره هذه فرغتها داتها وعوضتها بباخره اخرى. ولكن نقدر نقول لك باللي المشكل نتاع لبنان مربوط خاصه بمشاكل سياسيه داخل لبنان، ما تمناش وما عندنا حتى مشكل مع البلاد. شكرا. شكرا السيد الوزير. اسال السيد مصطفى الجزالي هل يريد التعقيب؟ فليتفضل المشكور. نشكر السيد الوزير على شطر ثاني السؤال، ولو انه يتكلم على عدم إذن كان هذا رد وزير الطاقة عبد المجيد عطار حول سؤال بخصوص استثمارات شركة سوناتراك في الخارج وعلاقة الشركة بمشكل الفيول المغشوش في لبنان. إذن نواصل نشرة العاشرة حيث أسدى الوزير الأول